بهالحياة كلنا بنتعرض لمشاكل، كلنا بنغلط، نرتكب أخطاء، نوقع، نسقط، نندفع، نندم، كلنا ممكن نكون سيئين أحيانا، بس هذا ما بيعني إنه كل شيء صار مبارح رح يصير اليوم ويصير بكرة. اللي صار صار، ما فينا نغيره، ما فينا نغير ماضينا، بس فينا نغير حاضرنا ومستقبلنا. فينا نتجاوز الماضي ونبدأ من جديد. إنه نغلط أمر وارد، إنه نستمر بالغلط صار قرار وأسلوب حياة. لما الله بيعطيك فرصة تانية لا تكرر أخطاء الماضي، لأنه مش كل مرة رح تسلم الجرح.